وعمر بن عبد العزيز عندما تولى الخلافة كان يأتيه الناس بالفيء من كل مكان، فكانت الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من رعاية الدولة الإسلامية، فيأتي بها أصحاب المال إلى أمير المؤمنين، فأسلم اليهود والنصارى من رعاية الدولة الإسلامية إلا قليل، فأرسل إليه واليه على أحد الأمصار كتابا يقول فيه: يا أمير المؤمنين، إن بيت المال قد نفد ما فيه، وإن أهل الجزية قد أسلموا. فقلب عمر الكتاب وكتب: ويلك، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. فليس المهم أن تتكدس الأموال في بيت المال، وإنما المهم أن يهتدي الناس. إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. ومثل هذا ما كان عليه الخليفة محمد المهدي، وهو ثالث خلفاء بني العباس، فإنه يقول فيه أحد الشعراء: تلقى الأمانة على حياض محمد، ثولاء مخرفة وذيب أطلس، لا ذي تخاف ولا بهذا صولة، تهدى الرعية ما استقام الرئيس، تهدى الرعية ما استقام الرئيس.